لندن دقيقة ذكر وحاو كو غيريودي فنان كي وينا الصوماليات احمد ناجي سعد ورير بي دبوت كاها تاريخ دي سوان كهد لدونا حنون بو غيريودي الى يهو نحريستو سغاشن سنوا او حري معلومة بدن بو الدنيا دو جوغي هدي الدنيا دو معنى بدن لا داهي حواد لي ماركي سي حسن شيخ محمود مدحويناها قرنك صوماليا iyagana way kala tageen markii ugu dambeysay qodobkaasi ayaan soo koobayaa kadib axmed naaji sacad ayaan u gudbi doonaa fanaanka Soomaaliyeed ee markay sii geeriyooday oo miisaan kale mahas oo ka tirsan gobolka Hiiraan shir saacado badan socday kala shakiyo fara badan dhacay kadib madaxweynaha Soomaaliya iyo beesha Hawaadle waxa weeye سلام يا كلا تجاي أي حالة دود كل ما أتي هدي هدي كذب لا يسكون صار نقضة ووح كله لكن شكل هذا وسلام يا كلا تجاي حسن شيخ محمود بحقول لي ما دي قرش شيء جاية حوال الله وحرتين واندين فلنينا وحرتين وان ادين فلينايا ديار بانهاي ساسو كوي ما دي مركي هوري وصاد دالبضي ان لغو سو دووي قبل كيران ولغو سو دووي هبر قدر اسكاسو ريب على يري داد كاس اسمعو نو صاحب بدا دا حاجة اسكادك وهم بو سميي ابتيالو بو يري وحي كود هين انك هدي اد ماركي سي بدر انك ربتدواد هيساتا لكن ماركيس السياسة دوية وحان اسكوهينو شروضان ودنا شروضيه با اللهور ديگي وحيكو يرادين انتا دان امانين بلان من نو قاد دي بلان تاسو شيگي سا انا دنو فولين ايسيد وحان ربنو ها بلان تيان ربنا حد انا نو فوليسيد اساقان وحو يري بلان تا اوضت معنى شروض دا اوضتان وامحاي وضا بدو قوينا شيگا وحو يري حوالا وحيد دهن وحن ربنا إن أنك هيران استيد أنو أقول ستيد شروط دان أقوي ومداس حلال كلا إيه كالا دي هيران استيد إن أتقل إنك أنو أقول دوكتيد إن أن مامل قبل إدنا وحوكو يري عاصمت دان إدين كيني وسارد دا قاشان ديگان إدين ديبي ee markay sii caasimada Hirshabeelle abtiyaalo beledweyn aan ka dhigi wax walba sheegay laakiin wuxuu ku yiri shuruudaha kasta aad wadataan waan idin fulina balse laakiin dagaalka markii hore gala marka dagaalku uu dhamaado kadib ayaan shuruudahaasi aad wadataan aan idin fulinaya hadda dagaal mar la galay waa dagaalka la rabo in la isku dhameeyo dadkii dhamaaday kadib ma shuruud loo fulinaya جيت مرك اللي دلو وجاس كل اللي دلو حوال له وحجرت كودي اللي دلو ويلا شو دي الله عيو والله هو قسمه مركز ما معني لو فلين آية مركز وجدد مياه لقبسن مثل شروط بقى لو فلين سؤال ما شق بطول مركز حسن شيخ محمود استجنا وحي ريتشير والدجال قشان وح شروط عن يدين فلين آية ملك يجنا وحي دهن دجال هو حكور ريا شروط دهن شروط ده الرئيس dagaal hadii la galay horaan u galnay waa galnay Soomaali oo dhan aan dagaal gelin daacad baan u galnay taa kula namaadan siinin nama caawinin waan ugu fiirsateen dagaalkii waxa weeye markaan ku guuleysanayna bilad sharaf meeshii aan ku lahayn de abaalkeena waxa laga dhigay in jagooyinkana laga qaado war horta macnaha Hawaadle iyo Cali Jeyte bilad sharaf ma mudnaayeen walaalayaal ciidankii Soomaaliyeed oo taagan Xasan Sheekh Maxamuud intuu ciidanka ka wareegsaday oo yiri meeshan qabiil baa ka dagaalamaya dalka oo dhan sheekadii dawladdii Siyaad Barre markay burburtay ciidankii oo taagan xarumaha ku jira dawladdii Cali Mahdi Cumar Carte iyo Cali Mahdi ay dhaheen ciidamada qalabka sida ha ku wareejiyaan hubka jabhadaha weligaa ma aragta adiga jabhad oo isbaara dhiganaysa oo hubka loo dhiibayo ciidamadii qaranka nidaamka iyo dawladnimada la baray oo ma arkaysay hubka wareejiya la leeyahay weligeen ma aragtay weligeen ma aragteen sidaasaa dhacday
حسن شيخ محمود مركو يمادي عيدان غرغر او ديسان حرام عاد او ديسان صوماليو اسكو توسان قدال انتو اغسا وريكتو يري ساقو الربا انو بربريو عيدا مدى قرنك صوماليا ومدى او باب ايو وحو يري معوسلي مرادا كوكو دكتي معوسلي محايا احاي ملتريا بجوغي بوليسا بجوغي اسلوبا جوغتا عيدان اسكو نفا مالتي ناشنال مالتي فاريوسا جوغا مركا ولا ليال هرتا ما اركيسا معاني مشك محايا دهاين صوماليو وحايا دهاين مردد ها مردد كي او قصتي ايا حسن هذا ما اركيسا معاني كل دقن هكبح مرك تعب كاس سجع جوستي حسن شيخ محمود مرك جبال كي او جوستي فلتان كي سجو سجع أنا جاي إلهي كده ينا هدي إلهي أو كرال نقول حوار له يا حسن شيخ محمود هذا كده بهديه شيان مؤجي الله استوك توجو سجو أدب أويا مرك ودن ليه ما إيش حسن أو حكارك تا إن كان لصادر صدق سيدا أنكو شيء جاي هبر قدر إنه يصادر تي أي تري حوار لي إنا باب إنا ربنا أن كل شقي صنو إلا إن هوية عدة كلية هراب فهمتي أو توين حوار لك كجرا سبب ما شيء هنا هبر قدر أبقال هوية وحي وهلاو من إنا يج لقانا الربان يجنا حتى ماشي يعني ويس دلنا أفر بلوت كودوكتي شلا قدام بيس فيك واتي ولها نومر أبقال مركي فرماجة دورة شديس تي تيرمكي معني رئيس الوزراء مركو كده كدب يجي حتى يحسوا ما أقوله هوية كلا إنا يحوا أقوله هذا نضاف هاللي بيحوا ما أقوله موبلين وحوا ما أقوله شيخالو وحوا ما أقوله حوال وحوا ما أقوله مرصدو وحوا ما أقوله عد كلا يحوا قليين ملي فيريا لكن عد كلية فهمتي وحوال لي نين كان علي جيت اللي جاي والله نين ريالة تيجا قلنا الواي صومالي ده أو لنا وحال ربا ما أنت يصير علي جيت أكلة إنا يقولنا ولادان because a man of reality one الدون كان بين بينكم مدرسنا إلهي الدون كان بينكم مدرسين سبحانه الدنيا ده الروم بيكون تاجن تاعي عدالة بيكون تاجن تاعي هذا أنا جا أد الدولة يصير روم بان قلنا ولا هاي أديك روم بان قلنا شاي بين بين أمم نوليد ونفتهم كوجو جرتاع كوبي كوبي فوتو كوبي ماهن هذا ما فهمي سا اسبر لغو قليه ماهن نف اديغا لغو قري واي لغانا قادم دون امانك وغو اه مركا سومالي دو جير او سيدا علي جايته او كلا رونتا اي او نولاتو ور احي الدلمينين انكو الدلمين مايو دقال ملو دا قلايا دلك عن حرينو نيوال بديغان كيس هسي فايستو دا عد عن او قلنو جير او سيدا علي جايته علي جايته وان نكا ما انت يري واي حسن شيخ محمودو مركو يري انيغا مهد صلاة انكا عبسانايا ابتياشا عاوية أمان كي يقصوغا إيقا إلالية مهد صلاة يقواس علي جايتا وحيو كو يري حسن وحيو برتا داد مركو سيدا كو يرادو مدحا الرعاية مكوي من ننكي كو صادر صديبا أنيقا نالي دهي نغا إلالي حسنو ننكي أديقا كو صادر صدي ماد نالي دهي نغا إلالي حوال الله إيقا إلالية حوال دل دل إسائل إنيو مركا حاليا نكوشا إيقا ماشان معني حواد لي علي جيت يا حالي كره لا قلا سو هادلي وخبا لو شيغي دغتا واخ لوغو شيغي وخا لوغو يير والدين خياني ربا والدين لين ربا سؤالا لويديه جوابتودنا معني والسي وخا لوغو يير سؤالها سكه جوابو حالي غور دبيهي حسن شيخ محمود انت لو تغا لوغو يير حسنو علي جيت وخو كو يير شاه معبي يطلي غرغر ميل كو شيغ وك جوابي واي ولا تغي مركا ها marka cali jeeyta in gantaal lagu dilayo qorsho noocaas ay yaala waa loo sheegay ana calan kula wadaagay maanta dhan fayris ay ugu soo furaayeen warkaan ay dibsanaayeen dadkii waa la xirxiray maxaas wixii joogay ee security masaakiin ahaa iyo meesha ka agdhowa way xirxireen xabsi macnaheey xamar ay ka soo dajiyeen you can do nothing smc waxba kama bedeli karaan walaalayaal salaan iyo kala tagay xawaadle iyo xasan sheekh maxamuud meeshaas aanu kaga talaabayna waqti badan ma hayno london waxaa ku geeriyooday fanaan Soomaaliyeed Soomaali qof Soomaali oo aad ka sheeganay aniga aanan arkin qabiyalad aanan gelin oo waligi qaranimo ku heesayay taariikhdiisu fog tahay daada sagaashanaad ku geeriyooday sida ma arkayse aan ognahay Axmed Naaji Saad ayaa geeriyooday oo ka soo jeeda magaalada Baydhabo gobolka Bay ee Mainland ku dhashay ku barbaaray
وحكو برتاي نلوشيسي كسو بلابي ماشاسي مركي اوغد البيسانة قرنك الصوماليات فنانين تا اوغو سر ريسان نقضي تاريخ كوبان هدان كون نقضو احمد ناجي سعد ولاليس وادقل يمرفلي وارير بايد دبوت نلوشو حو كسو بلابي بر يسنبوس حلال قودتو اها ومركاسي قفكي هدى ايبيا اهانجري معني قف لما تشيرتو ايو ايربورك بايد دبو ايربورك مانت لو يقان شاتي قدود انترناشنال ايربورت ايو الباب كي سكو ايبين جري ويل دالي يرا افرين فرعون حلال قودتو اها ايربورك هاسين اوحو اها ايربورك قيب تلح دماد لغا الاليو ايربور ملتري صوماليا دفاع صوماليا بايد دبو اهي دفاعية دور مركز لصوت جيرو ماشي قدام بيسي حمر عاصمة دلقة إلاليو كسمائي بيدا بي أحيان مركا إيه بر يسنبوس أيو إيبين كوب الله بي إيربورك بيدا بو إساقي إيو ماركا يسكوا إي ولاليهين أو بدن أو ماركا يسمانتي داد عان أو ليقانا أه كدبنا وحاوي كون ساقال بقول كنتمي يدي مر أي كوب بيغان تهي فانكا أيو كوسو معنيه بيري كوح تلياني أه ayaa ma arkayseen niman talyaani ah isagu ay aas aaseen koox la soo leeyraado Gemini Sette koox la yiraado ayaa ma arkayseen macnii uu fanka ku bilaabay kadibna 1969kii adiga intaan la gaarin koox la yiraado Sharero ayay aas aaseen isaga iyo nin talyaani ah iyo nin kale oo abwaan ahaa fanaan ahaa kadibna dawladdi shibilka ahayd مركي عبد الرشيد علي شرماركي مدحويني صوماليا ودا شي عثمان محمود او ماتشيرتين اه لا سعانود لوغو توغتاي 15كي اكتوبر 1996كي شن مال مود غودهودا كديب اف جنبي با دحاي 22كي اكتوبر 1996كي افرتي جنرال اي صوماليا اوغو سريسي ماركاسي مولاتريغا وكمد كي هاي محمد سياد بره أفجنبي أو سميي كدب مركي شيخ مختار أو ديجلي مريفلا ولا شيء جدون كبارلمانك أها يصاب أو هالجماعة ديجلي مريفلا أها أي كلا تليان ذلك إنه قبته هل جا صاب ذلك أو دجال سكي يجلي لها أو نمك ما تشرتين كو إيرادين مصاب بقر إيو بهاش هو الدمال ولا الكنا اللي جد لي أنا جفرت أنا جسوسار isagana uu yiri hadii dumaal la isku siiyo kursiga Soomaaliya dawal islaynaya sida marka militaryga dalka loogu dhiibay kadibna markii habeenkii dalka la qabtay Axmed Naaji Saad isaga ayaa hayay istuuriyaha furuhiisi radio Muqdisho idaacadan hadda isbaaristayaasha ay haystaan oo markay Sayid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadiisi loo diidayay oo Soomaalida oo dhan maayay maxaaga loo diidayo sida ay rabaan ay ka yeeshaan furaha استوريا وها هاي احمد ناجي سعد ايا هاي او هر باي دبودا اساقا ايا ملترق اي سوك حيين وحي كو يرادين فر استوريا هاستا اوغوه الرئيسا اي دالك انو ملتري قبصدي ادنك اقادا اي هيبا نورا ايو هادا وي جوكتا اي دلايس ايو الله اون حريستو فناند ما اي محاو كويستا اي هاي معني ايو تيم كاسي هاست دك دقا لألفاي oo militaryga loo qaadayo heestaasi waxa alifay ninka fanka haysan jiray markaasi maxamed nuur shareeco oo aan u maleynay inuu mareexaan u dhashay kadibna istuuriya ayay ku qaadeen heestaasi waa la heli doonaa waana macni soo dhigi doonaa kadibna markaysay sidaasi ayuuna ku noqday hoboladii waaberi kadib waana ninka hadda markaysay 9 sano kadib xanuun u geeriyooday isbitaalku yaala dalka ingiriiska marka axmed naaji sacad annagu Soomaali hadaan waa u tacsiyadeynayna eelkiisii qaraabadiis jannada Allaah geeyo sidoo kalena waa nin digil iyo mirifla ah oo ma arkay sareer bay dhabooda waxaa qadka ku jira rugcada ma arkayse siyaasi ah taagna ilaa iyo kontameeyadi ilaa iyo 70-meeyadi ayaa qadka si toos ah ugu jira marka ugu horeysa tacsiib u diri markaas kadibna waxaan ka wareysan doonaa taariikh nololeedka Axmed Naaji Saad soo dhawow السلام عليكم وعليكم السلام تليفونك ودوو ادور رالي اه دقاه اسكسار إيه ما اركيس سمع عدنا حر وحان كاربنا امد الصوماليات ان اتكشافي ست تاريخ ده دير إيه احمد ناجي سعد ادو سوكو كوبا يهدي الهي وكرر على النقضة حقو كل شيء احمد ناجي
هلو هلو وحانو ملاينا يا مقال كعلبان نقول كلا دحجر طبعاً كل علين دونا ماركس يخرج عداء يا قد ككجرة أو يا أرق أه أو دهديسو أنو كيرين الموست تضباطن هلو هلو واكم مقالنا أحمد ناجي سعد إلهي هون حريستو فنان كوين إقران كصوماليات حقو كلش وحانو تعلنا يعود كاقا مالا مقلايو روك عبداغي شرفت لهايو وحان كاربنا تليفون كينا كدو واتت دكتا اسارتت اد اسكا سارتت سمع عبد يدقها اداي كو جيران سمع عبد اسكا حر دكتا سارو واي عود كاقا لما مقلايو ضعيف واي واي واكو علين دونا ان شاء الله تعالى روك عبداغاسي او ان بدن تاقنا احمد ناجي سعد ماركي سي تاريخ نولد كي سنة نوغو ورمي دونا دي إلهي وكرر على النقطة ربي قهو نحريستو هذا منا مقشا واكو مقلنا لكن ولي أسي دو هذا المرك هاي هاي هلو السلام عليكم وعليكم السلام هذا واي مقشا سفي عنا ومرينا سفي عنا وكو مقلنا احمد ناجي سعد إلهي هون نحريستو حقو كلش adu hor saar iyo waxaan tacsi u dirayaa axmanaaji saad ehelkiisi reer naaji saad oo dhan say u dhan yihiin meel baa dunka ka joogan wiilashiisa abdallah hamza didi waxa dhan baa ilaahay u naxaystay xasaskiisa amiin inta oo reer naaji saad aan meel baa joogan tacsi ay iga qaataan anagoo la hadlaaya shariifka shariif abdallah waa yahay talabaad axmanaaji saad wuxuu ku dhashay magaalada bay abihiisa waxaa la dhihi jiray naaji sacad wuxuu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda carabta ee soomaaliya markaa jirtay axmed naaji waxaa la dhashtay dhowr wiil oo wada fanaaniin ahaa iyagoon sidoo kale ilaah u naxariisto horta soomaaliya maanta waxaan leeyahay dowladda jirtay dowladda hijrada axmed naaji waa nina fanaan weyna naftiisa u horay fanka meel walba joogto calanka soomaaliya meel kasta kahan jira ilaa maanta uu geeriyoodan axmed naaji wuxuu ahaa member oo jaamacadda carabta ninka u mafila soomaaliya ilaa maanta isagaa haysta kaarkaas way fahamtay umalayna marka axmed naaji wuxuu ahaa fanaan combleet ah allah u naxariisto dad badanna wax waa soo baray dowladda soomaaliya meel walboo tagana calankeeda ninka kor u hayo ilaahay oo naxariisto fanaan wuxuu ahaa wada dhan aalad oo fantumeynan aysan jirin aaladaha dhan uu garaari jiray baydhaho ku dhashtay meelaha aduu sodonayadii ilaahay oo naxariistay labaatanayadii haddaan qaldanayn waa nin ku fiicnaa isagii walaalihiisba diinta iyo sadaqada igu walba maanta ilaahay godkiisa u wasiciyo axmed naaji waxa uu ka yimid baydhabo nolol tafay kusoo koreen inkastoo aabihii caruur badan dhalay haddana nolosha taf oo kusoo koray axmed naaji wuxuu fanka kasoo bilaabay baydhabo laakiin wuxuu ku caanbaxay xamar markii ay yimideen maasha allah fanaaniinta uu la soo shaqeeyay axmed ajaanibna uu la soo shaqeeyey oo gaalo talyaani waa la tumi jiray oo gitaarka iyo beeska wax walbuu tumi jiray kontoneydii germany seven oo kaasa italia meelaha ka tumi jirtay kaasa italia meel ahayd markaa xoriyad lama qaadin italiani ay joogowli isaga iyo walaalihiiba kadibna koox shareere la yidhahday aasaaseen isaga iyoyaa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 a
مركا شريف جاي كان مركا وكي راين لكن السجي يو أو إزجدو الله هم نحرسته يو مومن يو لقوا وين أجري مركا وحيسمين جرين جواي ذا بنادري غي كوسمين جرين عفوا حمر وين ملا وصف النت مركا فنك بنادري غي مركا كورس وخاله يعني إنك استوى مركا هولا واجبري إيسن جرين ما مركا أيقنا حديق جرين جواي ذا بنادري غا مركا ورا ماشى سالودي جري مركا للتياتر كانوا ملي راكو تالي ماشى هذا أنا اللي جري إسكولا ريجينا إل نعبتي ذو كوية اللي كدب سينما أفريكا وحي نغضي التياتر كاحمنا جوحا وها هل يهيدي مركا بنادريغا وهيس كاد وهيس جري انتي سنفالوما
قالوا مخاسم يسوب بحين خاسم يسكيف عشان الله ونحرست خاسم يسكيف على رنج قالوا مخاسم عبهر عشان فنان نحا مركا هذا وحي أهتبا دولتك عنك ما أنت خبرتي أحمد أجي أسوق قريج جيفا هذين كلا سوق عي فرار هذين مطشو فرار ليرا سقافر ولا سوي مد حنور شراعي وحي ومركا وبري على أساسي وحي مركا وبري هاي ماشي اللي سوي مد مركي وحالة اللي في هس حق الو أمانة حقي بعد ذلو حب مدل كاي ذات كانوا يكون قصص على سمي سمع استوديو لجو سمي محمد نور شريعة اللي فادي سكلام له